خوت في هذا الفيديو هذا نشرح الطريقة كيفاش تسجل في امتحان ديال الأكاديمية الملكية العسكرية. الإعلان يلاه حطوه اليوم، نديرو مدرسة بمدرسة. بالنسبة للناس اللي بغاو يتسجلوا في الأكاديمية الملكية العسكرية، كتدخل الموقع ديالهم recruitment.var.ma وكتجي لهنايا. بالنسبة للناس اللي عندهم الحق يتسجلوا، جميع الشعب شروط التسجيل، ويكون الباك ديال 2023 ديال هاد العام، يعني يكون مازال كيقرا ومتأكد بلي غادي يشد الباك ان شاء الله. صافي، شنو كاين؟ صافي، وكتجي تجي التسجيل. لا كترجع وضع الترشيح. وكتعمر المعلومات ديالك، من بعد كتعمر كيعطيك بلي التسجيل داز. كدير الجيميل ديالك والمود باس، وكدير بلا بغيتي دوز في هاد المباراة، وكيدوز التسجيل بكل سهولة. السلام عليكم.